رجعت لكم اقوى سائق السايبه بالعراق اللي عنده سايبه خليه يبيعها. خلص اني موجوده بالساحه. بعد دواخله ويلي ياب واشوف السياقه. شوفوا هالمره ما راح اضرب لا حايق ولا مدري شنو ولا اخلي السياره تدحرج. هالمره سياقتي فول تقييمكم الها. وباعوا السرعه ايش قد وصلت؟ باعوا 115. اي سياره تحبون السوق اكتبوا لي بالتعليقات. باعوا يا اخوان باعوا الوقف لكم السايق ما يسويها ويلي.